قمناها بتركيب مفصلين جديدين اصطناعيين لركبتين في عملية واحدة. والخصوصية الثانية هو أننا قمنا بتقنية جديدة اللي هي أننا لم نمزق عضلات الركبة، وأننا قمنا باحترام عضلات الركبة، وهذا تساعد في التعافي السريع للمرضى، وهذا تخلي المريض أنه يتمشى الغد عليه ولا بعد اليومين من بعد العملية وخا افتح الركبتين معا. أنا كطبيب تونسي قريت في تونس وكملت قرايتي في فرنسا، ولاحظ أنه في المغرب تقدم كثير في الطب، والتجهيزات موجودة في جميع أنواع الاختصاصات، والحمد لله دونك المستشفى اللي نشتغلوا فيه نقدروا نقوموا بجميع أنواع العمليات الجراحية في أي اختصاص ممكن. I'm Hajia Kingiga Timari. I came from Nigeria. I came for my knee recap and I had the operation. The operation was successful. I'm feeling much better. I'm now recovering. Dr. Mahmoud Bidda operated me, and there is an anesthesia doctor here with me. They all tried their best, and I'm happy. I'm very happy with them.